يا رب. إلهي لا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا استعانة إلا بك، ولا توكل إلا عليك. يا رب، يا من بجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من كلم موسى في الدجى كلاما بلطف ثم علمه الخطابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم عبدا ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك. وأصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله سيدنا رسول الله، الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، هو القائل صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بتلاوة القرآن. فهيا بنا أيها الإخوة الأعلام لنعود مرة أخرى إلى ساحة الذكر والبيان، ألا وهي ساحة القرآن. وكيف لا، والقرآن هو خير مبتدأ وخير جليس، وهو أيضا خير ختام. فهيا بنا أيها الأعلام لنستمع لآيات مسك الختام من سيد الكلام وذكر الملك العليم العلام ومعجزة نبينا المصطفى سيد الأنام. كيف لا، وبيننا علم الأعلام ونيم نجوم إذاعات القرآن، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل صاحب الصوت الجميل والخلق النبيل والمعدن الأصيل، والذي سوف يمتعنا من آيات محكم التنزيل، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
شاء ولا ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق
يخلق مثلهم بلى 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 وهو الخلاق العليم إنما أمره سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والدين الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله
ولله الحمد ولله الحمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إلى ربك ارجع. صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت، وبحق ما بها من معان وعبر وأسرار، وسبحانك ربنا أنت الملك وأنت العزيز وأنت الغفار. اغفر للأم الراحلة الكريمة ذنوبها والأوزار، وشفع فيها نبينا المصطفى المختار، واجمعها على حوضه يوم القيامة بصحبة الأطهار، واجعل لها في الجنة مستقرا وقرار، واجعل خير أهلها من بعدها مدرار، وارزقهم الأمن والسلام والاستقرار بفضلك وكرمك يا عزيز ويا غفار. هكذا أيها الإخوة الحضار، ختمت على خير ليلتنا القرآنية بتلاوة طيبة مباركة لعلم إذاعات الجمهورية
فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل العلم القرآني والنجم الإذاعي وابن مدينة الزقازيق. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة الأم الراحلة الكريمة عائلات الدسوقي وعائلات زغلول وعائلات عبد الجواد بالقاهرة وعائلات جويش وعائلات عز العرب عمار وعائلات عاشور بغزالة وعائلات خيري بأبو كبير. نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، ونقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الهندسة الإذاعية محمد عبد الوهاب بشتقايد الدقازيق شرقية، فراشة الفندقية والإنارة أولاد أبو يونس بشارع وادي النيل، واجبات الضيافة الفندقية أبو فيه الدولي إدارة إبراهيم حسن، ومصورنا الليلة هو عمدة المصورين مهندس ناصر صلاح. إخوتنا إخوة الإيمان، شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم مكروها في عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.